بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل اكلات كده يعني مختلفه عن طول الشهر. هنعمل بقوليات وجبن. قلت رايح شويه من اللحمه والفراخ والاسماك. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل فول. ده فول مطحون او مهروس من غير قشره، يعني قشرناه وبعدين طحناه. طماطم مكعبات صغننه كاريه، وطماطم مبشوره، كمون وخل وليمون، وتوم وصلصه وفلفل حراق. هنعمل فول اسكندراني بس بطريقه او بطريقه مختلفه شويه عن اللي احنا متعودين عليها. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الزيت. نحط كده معلقتين زيت، وهتبل الزيت بتاعي بالفلفل الاسود، وبعدين هحط التوم المفروم. الخلطه دي من الفول بتحتاج توم مفروم كتير شويه وطماطم كتير شويه. اوكي، هنحط معلقه كبيره من التوم المفروم ونقلبه كده تقليبه كده حلوه، وبعدين هنقطع كده يعني بالظبط اربع قطع كده من الفلفل الحراق. هنخلطه مع الثوم. لو مش عايزينه سبايسي شويه هنشيل ده، وممكن نحط فلفل اخضر. نستنى اول ما الفلفل نحس ان هو اتشوح كويس ولونه اتغير، نبتدي نحط الطماطم الكاريه ونقعد برضو نقلبها. وعبال ما التوم كده يتشوح هقول لكم الجبنه بالخضار اللي هنعملها النهارده. هنبقى محتاجين جبنه ومايونيز وطماطم، جبنه ومايونيز وبطاطس متقطعه كاريه صغنن وسلقينها، وبسله وجزر برده سلقينه، وبصل حبه صغننين. اوكي، لسه برده اجيب البوله اللي هعمل فيها الجبنة. هنجيب الجبنة دي بتبقى لذيذة جدا لما بتتحط في التلاجة كده، وحريك هنعملها كده بقالب لطيف فهتبقى شكلها حلو قوي. نحط لها يعني بالظبط نص توميه مفرومه ونقلب كده، وكمان معلقه بصل واحده بس ونقلب، وبعدين نحط البسله وهحط الجزر. لو احتجت تاني هزود برضو الجزر سلقينه. اهو الثوم ابتدى يتحمر، نبتدي بقى نحط الطماطم ونسيبها كمان شويه كده. اول ما تدبل شويه ابتدي احط الطماطم المبشوره. الجزر كده تمام، ممكن نزود شويه. نحط بقى البطاطس ونقلب، يعني ريحتها حلوة جدا جدا جدا. شبه سلطة البطاطس بالمايونيز، بس هي دي بطاطس بالجبنة والمايونيز هو اللي معلقة بالظبط. نحط الحاجات دي كده ورا. نقلب. بس ونسيبها كده على جنب دلوقتي.
نبتدي بقى نحط الطماطم المبشوره نحط الكمون وبقية الثوم ومعلقة ليمون صغننة قوي بس ونسيبها لحد ما تغلي نحط دي كده هنا نبتدي بقى نشوف الجبنة هنعمل ايه هنجيب زيت زيتون ونحطه كده وبالفرشة بس عشان نتأكد نحط معلقه صغننه كمان كده عشان نكبسها ونخليها كده دلوقتي عشان هندخلها التلاجه كده ابتدت تغلي نحط بقى معلقه الصلصه ونقلب نقوم حاطين ايه نحط الخل ونستناها تغلي غلوه كمان بعدين نحط الفول خلاص نحط نودي الحاجات اللي احنا مش محتاجينها اهو بيغلي نحط بقى الفول طبعا انا قلت تغيير نحط فول متقشر لو انتوا بتحبوا الفول الكامل ممكن تحطوه برضو بيدي نتيجة حلوة قوي يعني الاتنين لطاف قوي هقلبه كده تقليبة ونطلع فاصل ونرجع نكمل بقية أكلاتنا خليكم معايا رجعنا تاني بعد الفاصل انا حطيت قالب الجبنه في الثلاجه وهطلعه كمان شويه وكمان الفول اهو خلاص غلي وجاهز ان احنا نقدمه نخليه كده سخن عقبال ما نعمل الشكشوكه الشكشوكه هتبقى عباره عن بيض وثوم وبصل وفلفل اخضر كلهم متقطعين كاريه وحبه البركه وسمسم وزبده وبهارات وجبنه تشادر وجبنه موتزاريلا وطماطم متقطعه كاريه وطماطم مبشوره تمام كده اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب قطعة الزبدة ونحطها عشان تسيح اوكي وبعد كده بعدين هنحط البصل والثوم البصل بس يدبل يبقى لونه كده مصفر شوية هبتدي احط الطماطم واسيبها بقى تتسبك حبة كده حلوين كده تمام احط البصل يعني تحتاج بصل حبة حلوين كده نحط معلقة زيت مع البصل وفلفل اسود بالمرة نحط هنا الفلفل الاسود والملح عشان ما حطيناش ملح خالص في الفول
نحط الثوم بس ونسيبه كده ايه يدبل. اجيب بقى الطبق اللي هغرف فيه الفول. نحط الفول كده بقى حط معلقة كمان نحط كده شوية فلفل أخضر فوق الوش وكده يبقى خلصنا الفول. نبتدي بقى نحط الطماطم نسيبها كده تدبل شويه بعدين نحط الطماطم المبشوره. نحط بقى الطماطم المبشوره ونسيبها شويه كده تتسبك. شايفين ابتدت تغلي ازاي؟ نبتدي بقى نعمل ايه؟ نحط فلفل اسود مش كتير عشان لسه هنحط لما ايه لما نحط البيض والملح ونقلبها تقليبه كده تمام. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. نعمل واحده كده في النص هنا واحدة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نعمل سبعة. انا اصلي بحب رقم سبعة هنعمل سبعة تمام كده ونغطي عليها عشان تستوي. نغطي عليها كده دقيقتين نشيل بقى الحاجات اللي احنا مش محتاجينها
هحط حبه البركه وسمسم، فلفل اخضر كده هنا كمان في النص، نبتدي بقى نحط الفلفل الاسود كده فوق الوش وملح وشوية بهارات، بس وهبتدي بقى ايه اغرفها، نغرفها بالراحة خالص. نحط شوية فلفل أخضر كده فوق الوش وحبة البركة وسمسم، جبنة، ممكن أحط كمان ايه بحيث الجبنة ما تبقاش بس كده تمام. وكده يبقى خلصنا كمان طبق الشكشوكة النهاردة. يبقى النهاردة عملنا فول اسكندراني بس فول مطحون، وعملنا كمان شكشوكة بالبيض، والجبنة كمان جاهزة اللي احنا طلعناها من التلاجة. بصوا شكلها عامل ازاي، زي ما انتم شايفين كده، نحط عليها بس نعناع فوق الوش. وتبقى جاهزة كمان معانا النهاردة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.